خلصت يا استاذ محمود؟ الحاجه اللي في الثلاجه كلها قربت تسيح يا اخويا. خلاص اهو دقيقتين بس واخليك تشغلي. مانوال. ايه يا حبيبي؟ عايزين علبتين جبنه بس من الربع دي. يعني انت شايف بعينك يا محمد انا عمال الم في الحاجه وخلاص قفلت يا محمد، ما عادش عندي لا جبنه ولا عندي اي حاجه. يا عمي يا ابني انت ما بتفهمش، لا عندي جبنه ولا عندي لانشون ولا عندي اي حاجه. ماشي يا عم قفلناها خلاص. السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام. انت عايز طبق بيض؟ عيني حاضر. شيماء هات طبق بيض. طب روح خده وانت راجع خد الباقي. عايز طبق بيض ابيض ولا احمر؟ والله اللي تجيبيه. حضرتك داخل تستصرف عاوز من ده ولا من ده؟ لا اللي تجيبيه. اختار حضرتك اللي انت عايزه. عايز من الاحمر. اتفضل اهو. وكده التلاجة خلصت يا محمد. بالظبط بالظبط. خمس دقايق والحاجة اللي فيها هتبقى تلج. هتعوزي مني حاجة؟ حاسبيني بقى عشان اتوكل على الله. الله ينور عليك، عايز كام بقى؟ اتفضل. اتفضل بقى يا اخويا. تسلم ايدك، اللهم صل على النبي، عايز كام؟ انا عايز 100 جنيه. يا اخويا خليها 50، انت حرق قوي. يعني دي غلطتي؟ مروحة التبريد كانت بايظة وانا شحمتها. كانت قفشة وانا صلحتها. يعني كنت قلت لك عايز مروحة التبريد ولا كان هيكفيك 350 جنيه؟ ماشي يا اخويا حاضر، انتوا كده محدش بيسلك معاكم. اتفضل. تمرني بحاجه؟ تسلم يا اخويا. السلام عليكم. مع السلامه. ايه يا عم محمود يومك بسنه؟ انا بقالي اكتر من سنه مستنيك يا عم محمود. غصب عنه والله يا عم. يا عم شايف لنا القصه دي يا عم، عايزين نبيعه. عايز تبيع؟ خلاص انا زهقت يا عم محمود، انت كل شويه والتانيه عايز نغير، عايز اعمل، عايز اسوي وبيعطل يا عم. يعني انت عايز تبيع الفريزر بس ولا بتبيع في المكان ده؟ انا مش شايف عندك. انا بشطب بهقلب نشاط، هغير كل حاجه. الرفوف فاضيه والجبن واللانش راح فين؟ هغير كل حاجه، هبيع جزم. يا عم الله يرزقك، انت قلت لي عايز ايه بقى؟ انا عايز ابيع ده. بص وانت عارف عيبه. بص يا عمانو. انت عارف ان اللي هيشتري البتاع ده خسران. ليه؟ ليه؟ لان انا قلت لك مليون مره البتاع ده عايز راليه واوفر لود، يا اما تجيب له موتور، لان الموتور بتاعه ما بيفصلش، شغال على الفاضي وعلى المليان. عشان اخده وادي لي زبون اقول له كل ساعه ساعتين شيل الفيش عشان الموتور ما ينحرقش، ابقى انا كده بضحك عليه. عم محمود انا مش قصتي اوفر لود الاوفر سايز، انا ما يشغلنيش، انا كل الموضوع عايز ابيع ده. هتلاقي لي سكه قدامك. عايز فيه كام يا عمان؟ اللي يرضي ربنا، انا ما اعرفش فيه. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز علبة جبنة ولا ما عندكيش بقى انت كمان؟ لا يا اخويا عندي. علبة صغيرة؟ عندكوا ايس كريم؟ ايس كريم؟ لا الصراحة. خلاص مش. شيماء خد اقول لك. الفليزر ده كده يا عم انور هاخده منك ب 1000 جنيه. لا مفيش منه الكلام ده. 1000 جنيه ما يرضيش ربنا. طب انت عايز كام؟ 2000 جنيه واخلص فيه دلوقتي. طب ما تهزها شوية معانا يا عم انور. اهو هزتها، انا عايز 2000 جنيه. خلاص يا عم انور. اول ما يجي زبون ان شاء الله بيعه ب 5000 جنيه، دي حاجه ما تخصكوش. يا عم بيعه اكس، بيعه بمليون، انا مالي. خلاص يا عم هيجي له زبون. خلاص ما تاخرش عليا، انا عايز اقلب نشاط. اديني مهله. مش هركن فيه جزم وصنادل انا. طب اديني مهله يومين. يومين؟ يومين وهرد عليك. لا يومين وتيجي تشيله مش ترد عليا. خلاص ماشي يا عم. وجدت له زبون. ماشي يا عم. وادي ال 100 جنيه دي عربون. خلاص؟ عربون عربون. السلام عليكم. سلام الله وبركاته. كده كده مفيش بيع ولا شراء. يا اختي الزبون رقم 5 6 7 النهارده وكل يوم 5 6 يجوا، ما جبتيش ايس كريم، عايزين ايس كريم. احنا ايه اللي ما خليناش في البدايه كده جبنا ثلاجه ايس كريم ولا اسمه ايه دي في الفريزر ده؟ ما تكلمي بص محمود اللي صلح لنا الثلاجه، يشوف لك ثلاجه مستعمله تنفع لنا. والله العظيم فكره، صدقي. اتصلي بيه. اتصل بيه واساله يشوف لنا واحد مستعمل على قد فلوسنا. ايوه كلميني. استنى ما اجيب الموبايل. هو فين رقمه؟ اهو. هو بيردش ليه؟ هيرد دلوقتي. يا راجل الراجل ده تقيل قوي. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمود؟ مش واخد بالي مين يا استاذ؟ انا ام محمد بتاعت السوبر ماركت يا اخويا. ام محمد؟ محمد اللي كنت بصلح من عندك الثلاجه؟ ايوه صلاه النبي عليك. عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه. التلاجة حصل فيها حاجة ولا؟ لا يا اخويا زي الفل، تسلم ايدك الله اكبر. انا كنت بس قصدك في خدمة يا اخويا. اموريني. والنبي انا بس يعني انت عارف ان انا لسه فاتحة جديد والدنيا ضيقة معايا شوية. تمام. فعلى ما ربنا يكرمني كده كنت عايزاك تستلقط لي تلاجة ايس كريم دي يا اخويا اللي بيسموها دي فريزر. طلعت لي حاجة حنينة كده، ان انا عارفاك ان انت صنايعي شاطر وبيقع تحت ايدك لقط. طب اسمع يا ام محمد. ايوه. التلاجات دلوقتي المستعملة من 3000 جنيه وانت
هتظهر عليه. انت عارف، لان انت عارفه الجديد انت مش هتقدري عليه. لا طبعا ما اقدرش عليه، بس انا يعني كنت عامله حسابي في اتنين. طب خلاص اديني نص ساعه بالكتير وهكون قدامك. طب استنى بس ما تزعلش، لو وقعت قدامك حاجه حلوه بس قول لي. نص ساعه هبقى قدامك. خلاص ماشي، تيجي تنور الدنيا. يلا سلام. ماشي. بقول لك ايه، لما يجي هنا هقول له والنبي ما معايا الا دول، وشوفي لي معاكي حاجه، هديك 500 جنيه ولا حاجه حطهم في جيبك. خلاص. علشان اقول له والنبي مش معايا الا هما دول. ماشي. ماشي؟ يلا. روحي شوفي شغل. السلام عليكم يا عم انور. السلام وبركاته يا عم محمود. صدق يا عم انور انت ابن حلال مصفي. خير يا عم. في بيع جات للفليزر ده. بيع توكل على الله. يعني موافق؟ يا عم توكل على الله خلينا نخلص. زي ما اتفقنا 1500 جنيه. متفقين على 2000 يا عم محمود. يعني مش هعرف اطلع لي اي مصلحه يا عم انور. يا عم طلع لي الطلاق بس انا عايز ال 2000 جنيه. يعني انا ورحت الوليه واتفقت معاها على 2100 جنيه مش هتفتح بقك. 2500 خد ال 500. خلاص يا عم انا هتفق معاها، قالت امين هتصل عليك تجيب الفليزر وتيجي. المشال مش عليا. يا عم هتصل عليك خلاص. مفيش مشكله هجيبه لك بس اخد ال 2000 واخد حساب المشال. يا عم انور عديها نص لبعضيها بقى. ماشي يا عم محمود خلينا نخلص من القصه دي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اللي قلته لك ده ما يتكررش قدامها. يا عم انت شوف انت هتعمل ايه وانا معاك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي اخره كده؟ زمانه جاي دلوقتي. ما اشوف يا اختي. سلام عليكم. عليكم السلام. عامله ايه يا استاذ؟ الحمد لله. ايه اللي اخرك كده؟ لقيت لك طلبك. طبعا ولا وكنت بتفق لك عليه. بجد؟ عامل 5000 جنيه. يا نهار اسود. كتير قوي. ايه اللي كتير؟ هو في حاجه دلوقتي ب 5000 جنيه؟ لا بس اصل انا معيش يا اخويا وانت عارف انا فاتحه جديد. لو ما يلزمكيش في مليون واحد عايزين يشتروه. طب بقول لك استنى بس استنى قولي له انا قلت لك من شويه. انا مستلفه مني 500 جنيه عشان تكمل الفلوس بتاعتك. تعالي صوتك عشان ودني فيها تحبه. مستلفه مني فلوس بقول لك عشان تكمل الفلوس. اه قلت له اشفري معاكي 500 جنيه. الراجل دوت قطه جمل ومش هيرضى يجيبه الا ب 5000 جنيه. تتكلم معاه. والله ما اقدر اتكلم معاه، انا اتكلمت معاه كتير. اتصل عليه ولا اسوحه لاي زبون تاني؟ طيب ما يبقاش شكلي وحش قدامي. مشي 4000 5 كتير قوي عليه. اه طب ما تمشيش معاك 4000 يعني. والله ما ينفع. اتصل عليه ولا ايه؟ طب اتصل عليه وقول له يجي. ماشي. بس حاجه ايه ده؟ تليفوني. يما لو ايفون يا اخويا. الو ايه يا عم انور؟ حمل الفليزر وهاته يا عم. اه فين بالظبط؟ اه هتطلع من الشارع اللي ورا يمين في شمال. اه ايوه ماشي. اسم المحل ايه بقى؟ يا عم معيش تليفون طشت عشان ابعت لك حاجه. ايوه اسم المحل جبنه ثلاجه. ماشي يلا سلام. سلام. بقول لك يا اخويا متاكد انه بيزلط ويبلط؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هتشوف الفليزر ده وهتدعي لي. يا مسهل يا رب. يا خلاص؟ يا ماشي. هات لي بقى حاجة أشرب. ايه نبعت أجيب لك قهوة. ابعت لي تجيب لي قهوة وأنت عندك حاجة ساعة؟ هجيب لك حاجة ساعة. اسمك يا أستاذ. شيماء. السلام عليكم. بالراحة بالراحة بالراحة. على مهلك. ها؟ ألف شكر يا محمد. أيوة أمرت أنا عم أقول. تسلم يا حبيبي. المحل ده. انت كنت هنا ولا ايه؟ ايوه يا عم انا كنت من هنا لما جيت لك الشريك جبنه ما لقيتش فقلت اجي اشتري من هنا. خلاص يا محمد الله يصلح حالك. يا امير الله يبارك لك. السلام عليكم. ايه رايك؟ الله اكبر الله اكبر. بعد اذنك يا عم انور هاته كده. ما تاخرتش عليك انا اهو بالراحه بس. جايبه ترزيكلي ولا ايه؟ اه ترزيكلي للواد محمد. يا اخويا كتر الف خيرك. حاجه زي الفل. عشان تعرفي انت ان انا جايب لك حاجه فيها ريحه الزيرو. بقول لك ايه ده؟ حلو قوي. بقول لك الله اكبر عليك. انت بصراحه اشطر صنايعي شفته. طيب ماشي. قلت ايه بقى؟ اصلي معاك. اه. بقول لك ايه يا اخويا ما تهزها شويه. تاني اهو هزتها. مين ده؟ خلصينا بس عشان نشد. ايه يا عم محمود؟ لا ما تقلقش. جبني منك عشان هنا يقول لي هزها تاني. مش طرفي. كام؟ 5. اشوف. كان قاعد ورا المكنه. تمام. طب يا اخوي هاخد شنطه العده بتاعتي وانت ام للفليزر بتاعك ايس كريم ورقمي معاكي. عطلت على اي حاجه كلميني. ثواني يا عمانو. ايه عطلت دي؟
يعني انا بقول لك قدر الله يعني. بقول لك قدر الله. لا ان شاء الله خير. شغال يا بنت خلينا نفرح. بص يا عمان. بص ايه؟ انت بعت الفليزر. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ادي كده كم؟ كده الف. واحد اتنين تلاتة اربعة ادي خمسة. ادي كده كم؟ الفين. الفين. وانا مصنعيتي منك هي المشال ومش عايز منك حاجة. خلاص يابا؟ ماشي يا عم محمود. واصلة ولا عايزة مواصلة؟ لا واصلة. طب هتمشي كده ولا كده؟ امشي كده. خلاص انا امشي كده. خلصتي؟ كده خلصنا. دي اخر كرتونة. اخر كرتونة ايس كريم؟ خلاص كده خلصنا. خلاص يلا بينا نروح بقى، انا تعبت النهاردة. خلاص يلا نروح. يلا تعال. هو انت عمال تحكي في ايه؟ لا مش هحكي كتير، انا عايز اسألك على حاجة بس. اتفضل يا سيدي. انت عملت مصلحة على ايه بكام؟ يو يا انوار، انا كنت بقول لك يا عم انور قدام الناس برسمك يا اخي، احنا صحاب بس قول. عملت عليك تصلحه ب 3000 جنيه. بعته ب 3000 جنيه؟ بعته ب 5000 جنيه. يعني انت واخد قد مره ونص؟ والله لو كنت طول تاخد منهم مرتين وكنت ينفع ابيعه ب 10 كنت ابيعه. ما انت عارف مال الناس كالناس يا عم، انت عارف ان التجاره شطاره. لا دي مش تجاره، ده نصب. والمال الحرام لما بيخش على الحلال بياخده في وشه وبيمشي. يعني ايه قصدك؟ مال الناس كالناس. والله ورع ربنا في لقمة عيش. دي شطارة ودي مفهومية ودي فهلوة. والله لا شطارة ولا مفهومية ولا فهلوة. انت عايز تقول ايه من الاخر؟ نصب وسرقة. رع ربنا في لقمة عيشك. رع ربنا في لقمة عيشي؟ انا معايا مصلحة وهيطلع لي منها 2000 جنيه. تاني؟ وتالت ورابع، بس اللي مجنني ان انا بكسب لي كل يوم 2000 3000 جنيه. الله يرزقك. والفلوس ما بتقعدش. ما هي عمرها ما هتقعد يا حبيبي. بس ما بقول لك الحرام لما بيجي بياخد الحلال في وشه. والله حرام اللي بتعمله ده، حرام. دي مش شطاره ومش نصاحه، كل ده نصب وسرقه. كل ما عين 10 15000 جنيه يحصل لي كارثه في البيت، ان كان بقى على البيت ولا على العيال ولا اي حاجه، ويروح. يا نهار اسود، الحقيقه قبل شري. في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ عارف لو 10 جنيه حلال ابرك من مليون حرام يا محمود. يا راجل ده انت وش فقر، واللي يقعد معاك يجيله الفقر غور. وش فقر ولا وش رجلي؟ تبقى تعالى لما افتح ابقى اديك صندل. في ايه يا بنتي؟ التلاجة اللي احنا حاطين فيها الحاجة من امبارح بقالها 12 ساعة بس، الحاجة بقت عاملة زي المية، بصي ما بتسقعش. ده نهاره اسود، ده انا هطين قشطه، ده انا هخلي اللي بيشتري كله يتفرج عليه. كلميه بقى. بيكنسل عليا. رني تاني. والمصحف ما هسيبك. بس فرح ما يفصلش معانا. بقول لك ايه يا اسطى؟ عايزك تجيني ضروري. اصل عايز اضيف فريزر تاني. بس عايزك عشان اقول لك على حاجه. بس تعالى لي ما تاخرش عليا. لا ما تروحش الشغلانه دي دلوقتي. معلش اللي انت عايزه ادولك، بس تعالى. ماشي عليكم السلام. لازم اقول له كده. لو قلت له في حاجه، لو قلت له في حاجه مش هيجي، بس عمال يتلوى معايا في الكلام. اصل ورايا شغلانه، اصل هبص على ثلاجه واحد جاري وكلامه مش مقنع. اكيد عارف ان هي بايظه. عارفه لو ما جاش قسما بالله لا جبت روسك واتنين رجاله اروح القحوله عند الورشه عنده واخد فلوس 5000 جنيه ما ينقصوش جنيه. وحق التروسيكل عليهم. يبيع ويشتري فينا. بيبيعوش. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا. شيلتني خساره ب 3000 جنيه. شيلت الخساره ايه؟ مليت الفريزر كله ايس كريم بقى شوربه. تعالي وريهولي كده. تحب تشرب؟ ماله الفريزر؟ شوف يا اخويا ماله الفريزر. بقى في شوربه. خسرتني 3000 جنيه. انا قلت هصحى الصبح تتصلي عليا تقولي لي الله اللهم صل على النبي على الفريزر اللي انت جايبه. اللهم صل على النبي على الخساره يا حبيبي. وريني بقى تعمل ايه؟ طب اهدي بس. هو عيبه بسيط، كل اللي هيعوزه اوفرلود وراليه هيعملهم يعني 1000 جنيه. يعني يبقى واقف عليا ب 6000 جنيه. طب وفيها ايه؟ كسبت صلاه النبي. لا انت تعرف تشتري جديد انت؟ هو جديد ب 6000 جنيه. ياه. هو انا لو كنت خدت ال 5000 جنيه وطلعت على اي معرض دفعتهم قسط
بس انا اللي مش عارفه مخي كان فين. دفعهم قسط؟ اه وكنت جبت قسط يا حبيبي. نصب عليك. اه دفعهم مقدم يعني؟ اه مقدم يا حبيبي، انا ماليش فيه. تطلع تنزل ترجع لي فلوسي. انا ما اقدرش اتدخل في حاجه زي كده. الفلوس انا خدتها من ايدك، خدت 4900 جنيه واديتهم للراجل اللي اشتريت منه الفلوس. طب اسمع، وكل اللي خدتهم 100 جنيه مصنعيه. اسمع يا اسطى، قسما بالله لو ما اتصلت على الراجل يجي هنا. ما انت كده برضه هتفرج عليها الناس. انا وهي مصوتين وقلبين عليك الدنيا، ويبقى وريني بقى تطلع من هنا ازاي. لا انا هتصل لك عليه وهو يجي ويحلها. يلا بدل انت مش عايزه تحل معايا. لا مش هحل. مشغول ماليش فيه رن تاني. بقولك مش هتخرج من هنا. لا هخرج ان شاء الله. رن عم انور تجيلي على المحل اللي كنا فيه امبارح، بتاع الفليزر. انا مستنيك. يلا سلام. اتصلتلك عليه وجاش يجي وهنحل. هنحل بس انا لا هحل ولا همل، وهاخد حق البضاعة اللي خسرتها، وهاخد كمان حق الضيف في رضا. يوه ما تخليش اسيبك وامشي. ما تقرفش. اهو عم انور جه. اللي هيحل عم انور معاك اهو، هتوكل انا على الله. بقولك خد، اقف هنا، اقف يا نصاب يا حرام. سلام عليكم. خير. بقولك ايه، انا عايزه فلوسي وكمان الخساره اللي انا خسرتها في الايس كريم. فلوسي وخساره يا عم. احنا جبنا الفريزر امبارح شغال زي ما انت عارف. تمام. حطته في الكهرباء من امبارح لبالليل وحطت فيه بضاعتها. الله اعلم حتى بضاعه ب 10 جنيه ولا ب 20 جنيه. ب 10؟ طب انت راجل هرباقه ولا ايه؟ حرام عليك التقل. صحيت الصبح بتقول لك الايس كريم والكونو بقى ميه. يا بنتي ده انا دفعت 600 جنيه عليا. انا ايه دخلي بالحوار ده؟ 2400 جنيه يعني ب 3000 جنيه. انا ايه دخلي بالحوار ده؟ انا مالي؟ ماليش فيه. انت اللي بيعهولي واخد 5000 جنيه. لا 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 انا خدت 5000 من ايدك. انا دافعهم للوسطى ده 5000 جنيه. يعني انا ما خدتش فلوس من ايدك. بص يا حاج، بص يا حاج، بص يا حاج، انا دلوقتي خدته ب 5000 جنيه وجبت بضاعه بالاجل، دفعت 600 عليا 2400. يا جدعان انا معايا شغلانه وعايز اقضيها. هشربهم كلهم. اسكت بقى عن الحق قشطه نخلص. يعني انا مش هسكت عن الحق. اوعى تنطق يا عمر. هو في ايه؟ قول الحق يا اسطى انور. اقول الحق. الباشا كان قاعد متفق معايا عليك. الكلام ده امبارح. بس اسمع يا عم انور قبل ما امشي. ايه؟ المصلحه دي طلعت منها ب 2000، طلعت منها ب 3، طلعت منها ب 5. يا عم انا قلت لك انا اديني ال 2000 ومش عايز منك حاجه. لان انت الوحيد اللي عارف عيب الفليزر ده. وهي هتعرف عيبه؟ الفليزر ده الماتور اللي عليه كلها 10 ايام وهينحرق، وانت عارف ان الماتور دلوقتي بالشيء الفلاني هيعوز كل يوم اوفر ليد، ريليه، مروحه تبريد، مش عارف لندا، كل ده اديني كل يوم تحصيل حاصل. اقل حاجه كل يوم اطلع لي من ورا الفليزر ده 150 جنيه، يا انا يا الفليزر ده، ويعتبر الفليزر ده هي هتلبسه. طب هي ما تعرفش اي عيب عنه؟ ما تعرفش اي حاجه، ده اول مره تجيب ثلاجه ايس كريم. وبعدين ده مش فريزر بتاع. بس بره عني، ماليش في الحوار ده. بس تبعت لك تجيبك تقول لك انت كنت عارف في ايه، او الاسطى محمود اتفق معاك على ايه. بره عني ماليش فيه. خلصانه ولا ما بيحوش؟ يا عم توكل على الله وبيعه، خلينا نخلص بقى من القصه دي. هشوف يا عم انور كلامك على قدك ولا انت قد كلامك. توكل على الله يا دكتور، بس شوف مصلحتك. سلام عليكم. سلام. يا حرامي، ده انا مش هسيبك، ده انا هخلي نهارك اسود يا نصاب. تنصب على الولايه مش حرام عليك؟ ربنا هيردهولك. ده انا اللي دخل جيبي 2000 جنيه كمان. يا خرابي اسود، واخد 3000 جنيه. واخد 3000 جنيه. مش حضيت لك مصلحه وجبت لك فليزر. مصلحه ده انا هخلي نهارك. طب هقول لك، ويمين الله لا تديني التمانية. ايه؟ لو ما جبتش التمانية انا هطلع من هنا وهفضج عليك. لا 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 لا، انت كده مش عايزه تحل معايا، وانت جيت خربتها صح؟ انا ايدك بقى على 2000 جنيه بتوع ايه؟ بتوع الفليزر. مش انت اشتريته مني ب 2000 وبيعه ب 5 عشان هي دي الفهلاوه النصاحه بتاعتك. انت قلت لي انا شاريه منك ب 2000، انا ما خدتوش منك وسمسرت عليك. لا انت اشتريته بال 2000. بقول لك ايه يا حاج، شكرا ليك. ايدك يا ست انت، توكل على الله. ايدك توكل على عارف عيبه من الاول. اتوكل على الله يا ولاد. طوط يا بنت. لا خلاص خلاص، ادي فلوس. خلاص طب خلاص. ايه خلاص ماشي يا عمار. 8. لا لا مش بقول لك ايه، ماليش فيه والله. دول 5.5. اطلع اللي في جيبك. والله انا معايا حاجه تاني، معيش غير ده اللي بخلص بيه المصالح بتاعتي. خدي. لا حرام عليك، باخد عيالك عشان خاطر عيالي. حرام عليك.
يلا الحركه دي طب الحركه دي تعلمني حسبي الله ونعم الوكيل فيه ان انا ما اقضيش لحد حاجه تاني. تقضيش اطلع بره. طب اديني حق توك توك حتى. يلا خدها ماشي امشي اطلع بره يا نصاب. الحمد لله الحمد لله. سيب الفريزة. لا سيب التلاجة. اطلع 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 خليه ياخده مش عايزينه. لا ده نصب علينا حق الايس كريم. مش مشكلة. لا لا ده مديكي 5.5 وال 2.5 بعد اذنك يا استاذة الفريزة. عشان حق الايس كريم مش هبرقها مني ليه. يلا مش عايزين من وشك حاجة. روح امشي بيه وقول له بولا 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 يا اخويا.